السلام البنات، نهار جديد، فيديو جديد. اليوم معانا نهار الحوت، رمضان والحوت. جاب لي راجل شويه الحوت، فقلت غنتقاسم معاكم هاد الهردوله ديال الحوت اليوم باش نقيوها ونتقادوها. وكديرين مع رمضان؟ بشركم مبروكه. رحنا غاديين، راه لحقنا فين نصيص. رحنا غاديين وربي راه مبردها علينا، بعدا مبردها، ما سخون ما حتى حاجه. الحن النهار زوين ومبرد، هادشي ما نقول لكم. المهم راه جاب لي المرلوش والشطوم وشويه ديال هذا الكروفيت، وجاب لي هذا السكي، يقولوا لي هذا الكالامار، هذا ديال الكالامار. وعاد جاب لي ديك الشوطه ديال كيقولوا لي همايا، هذا انا باش نقرب معاكم باش تشوفوا داك الشيء اللي غنقي، ومن بعد تشوفوا معايا اللي غنخليه. هبط الكاميرا تبان لكم مزيان، ونكحزها شي شويه باش نقيوها مزيان. هاد الشيء نقيوها، ونجيبوا الحكيات ياك. نجيب نبداو بعدا بالمرلوش هو الاول، نبدا نحطوه. انا كندير الطريقه هكا باش ما تيتوسخش ليا لا الارض لا والو. غنبدا بهذا كرواب المرلوش باش نبداو نقيوه. اللي قدرنا نديروه اليوم، اللي ما قدرناش كنطيبوه نهار اخر، نطيبوه في نهار اخر ماشي مشكل. الشطون تيعجبني ناكلو، لكن ما تيعجبنيش نقيه. حيدو لي هنا الشناب، انا الحوت ما تيعجبنيش بزاف نغسلو حتى يمشيو ليا كاع التميسوم ديالو. نقيو المرلوش ومن بعد الكروفيت، ومن بعد تشوفو معايا المراحل كاع لي باش نقيو. ملي غنقيو شوفو شوية تيشد ليد الحوت، كيشد ليد ولكن بنين دغيا فما درتيه تيجي بنين. تقدي تاكليه في الفطور ماشي بحال الدواز والمرقة. نبدا تيبغى شوية الشوا وشوية ديال الشهيوات. تنحيد ليه غير هداك القلب ديالو، القلب ديالوش. وبعدا تشوفو معايا نقي أو دابا السرديس الشطون. حيدو ليه الراس، الشطون تيجي بحال هكا مقلي زويون في الفطور و تيشد ليك شي شوية، كان زوين فيه الفيتامينات بزاف. نفطر ينا وخا هكا بالحوت ماشي بحال ديال المغرب، ديال المغرب تيكون بنين. ما عرفتش هاد الفرق هذا، ما عرفتوش. الحوت ديالنا ديال المغرب بنين، تنجيو المغرب عرفتي تيجي داك الحوت كيجينا بنين، تمشي ناكلو في الزنقه تيجينا بنين. وهنايا كاين عندنا الحوت تيخرج كل جوج مرات في السيمانه، بلاصه فين كاينين حنايا هنا في ايطاليا. والناس خرين ما عرفتش كيف كيفاش المرصه ديالهم كيف دايره. مثلا يجي يخرج جوج مرات في السيمانه تيخرج جديد، ولكن جديد فهكا تيكون جديد باقي بالدم وهانتوما البنات تيجيبو. اليوم فطوري راه يكون فطور ديال الحوت. هينا باللحم الدجاج حريرة بيبي، ايه انا مال الحوت، الحوت تيجي بنين. نقاو دابا هاد السردين، ومن بعد ندوزو للكالامار، ومن بعد ندوزو تنقيو كامل حد ما كاين ولادي. ما كاين حتى واحد دابا تسمعوش الصداع حيت ما كاينينش، شي في المدرسة وشي ناعس. نغتنم هاد الفرصة باش
سالي بالزربه تسلم كاع الناس اللي كي تابوناو معانا والناس اللي ما تيتابوناش حتى هما تنسلم عليهم مشكل و تتمنى لهم رمضان كريم نتمنى هاد الوباء يحيد علينا نرجعوا للحياه ديالنا العاديه هادشي ما غنقول الله يهدينا والله يجيبنا في الصواب هادشي اللي غنقول نسلم كاع على الناس اللي كاين خارج الوطن وداخل الوطن توانسة الجزائر كاع البلاصة تركيا كاع العرب كاملين بصفة عامة نبارك ليهم العواشر في هذا الفيديو هذا اللي شافوه راه تنبارك ليهم العواشر تنقول لهم عواشركم مبروكة نبقى مع حوتي تنسالي هاد السرد هاد الشطون هذا تيشد ليك ونمشي عاوتاني نشوفو الكلامار ونشوفو الكروبيت اليوم نهار الحوت انا دابا باش غسلت كلشي الحوت ديالي باش نقرب ليكم انتما راه غسلت الحوت كامل البنات الا بغيتو تحافظوا على الحوت ما تغسلوش بزاف بالماء ما تغسلوش بزاف حيت الا غسلتو بزاف كيمشي منو المذاق ديالو هادو انا غنديرهم بالروس ولكن انا ما تنحيدش ليهم هاد سميتها الخضره هادي ما تنحيدهاش حتى تنبغي نطيبهم تندير لهم شويه الملح وتنخليهم سميتها ديالنا راه ها هو الكالمار ديالنا راه غسلته هو اللي تيبغي الغسيل بزاف وهذا راه ها هو غسلته ونقيته حيت لي هذاك اللي سميتو انا حنا تنبغيو بحال هكا بالقشره باش نديرو صوطي ولا هذا وصولا هو المرلوشة هو وحط مقيلة الوليدي باش نغديه ما مع حنا صايمين ما يمكنش هو تا هو يصوم درت ليه مقيلة ديالو بوحدو نتمنى من الفيديو يعجبكم نتلاقاو من بعد ملي غنقليو هادشي ونبغي ناكلوه في العشية نتمنى الفيديو يعجبكم الروتين ديالي ديال هذا الصباح وشكرا فطورنا اليوم هانتوما راه حنا قربنا نكملو فطورنا درنا الروس ودرنا الحوت مقلي نطلبو من الله يعجبكم